أهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. إن أسماء الشخصيات مستوحاة من تعليقاتكم. بدي أروح المدرسة. يا الله خايفة أتأخر. صباح الخير ماما، أنا رايحة على المدرسة. بس يا رقية استني. لا ماما ما في وقت. أوف يا ربي، هلا ماما كانت بدها إياني أفطر وأشياء. منيح إني طلعت بسرعة. أنا كتير بحب المدرسة، بحبها أكتر من البيت. أوه أخيرا وصلت. تمارا يا تمارا. أوه يا رقية كنت عم بستناكي، تأخرتي. كنت نايمة وتأخرت بالنوم. طيب يلا خلينا ناكل بسرعة، مو ضايل وقت. يا الله نسيت أجيب أكلي. يا ربي طلعت مستعجلة ونسيت أجيب أكلي معي. أوبس، أنا قربت أخلص سندويشتي ولا كان سمتلك منها. خلص رح تقضي اليوم شكله بالجوع. يا الله يا رقية، حاولت أناديها أنها تاخذ أكلها وما ردت علي، دايما مستعجلة. بس كيف بدي أوصل لها الأكل؟ في أسانسير ولا إشي للكراسي المتحركة؟ يا ربي بس درج، ما عندهم أسانسير. خلص رح أنادي عليها. يا رقية رقية تعالي، رقية تعالي، نسيتي تاخدي أكلك. شو هاد؟ كأنه في حدا عم بينادي عليكي. يا الله معقول؟ رقية شو هاد؟ معقول هاي ماما؟ شوفي في حدا عم بينادي عليكي. طيب خليني أشوف مين. يا ربي معقول ماما؟ معقول إجت هالمدرسة؟ هاي ماما، ليش إجت؟ شو جابها؟ يا الله مليون مرة قلت لها ما بحب تيجي انتي هالمدرسة أبدا. خليني أشوف شو بدها، ما بدي حدا يشوفها. رقية حبيبتي نسيتي أكلك، جيت أجيب لك إياه. خدي سندويشتك، ما بدي تضلي طول اليوم بالجوع. ماما أموت من الجوع ولا تيجي على المدرسة. هلأ رح أبين مثل البنت الصغيرة اللي أمها جايبة لها الأكل. خلص لو سمحتي روحي وما تيجي على المدرسة أبدا. بس يا رقية أنا جبت الأكل عشانك. أوه طيب هيدي أخذت السدويشة، خلص روحي لو سمحتي روحي. طيب رح أروح. أوف وأخيرا راحت. والله السندويشة زاكية، بس مش مهم، مش تيجي تفضحني في المدرسة. خلي لي أكلها بسرعة، كنت كتير جوعانة. شو رقية بشوف معك أكل؟ ماما بعتت لي إياهم مع السواق. تعرفي يا رقية أنا من زمان نفسي أشوف أمك، ولا مرة شفتها. هي مشغولة، بس كمان شوي رح تيجي تاخدني، حتوصلني على البيت. عن جد بقدر أشوفها؟ طبعا أكيد. رقية ألف مبروك، أنتي علاماتك كانت الأعلى على مستوى المدارس، عشان هيك رح نعملك حفل تكريم بكرة. أنتي كتير متفوقة وشاطرة وأنا كتير فخورة فيكي. خدي يا رقية هاي الورقة وأعطيها لأهلك عشان فيها دعوة لحفل التكريم. واو شكرا شكرا كتير، أنا مو مصدقة جبت أعلى العلامات. تستاهلي يا رقية. مبروك رقية. شكرا مس ريم. تمارا أكيد رح تكوني بكرة في الحفلة صح؟ طبعا انت صديقتي العزيزة اكيد حكون. هاي ماما اجت. ماما ماما عندي الك مفاجأة. ماما رقية شو مالك؟ رقية ليش عم تحكي لي ماما؟ خلته بعدين بفهمك كل اشي، بس هلا انت لازم تعملي حالك امي. طيب انت ام رقية؟ واو سيارتك كتير حلوة وانت كتير حلوة. شكرا. وانت اكيد تمارا صح؟ انت صديقة رقية العزيزة وهي كتير بتحبك وبتحكي عنك دايما بالخير طبعا. طيب يا تمارا هلأ لازم نروح. باي باي. مع السلامة. باي باي تمارا. باي. رقية ايش الهبل اللي صار هلأ؟ تعرفي اني مش امك صح؟ عارفة يا خالتة انك مش امي. طيب شو هذا الهبل؟ اضطريت اكذب وامشي معاكي في الهبل بس انا مش مقتنعة. اسمعي انا مستحيل اتبناكي. لا أرجوكي أرجوكي تبنيني. لا مستحيل، أنا مش تاعت أطفال، أنا مش طفلة، أنا كبرت حتى ولو. طيب يا خالتة لا أنا بس بحبك كتير وحكيت للبنات في المدرسة إنك أمي. ليش طيب؟ غريب. هلأ بفهمك. مش فاهمة خالتة، أنتي ركزي في السواقة هلأ. فعلا بلاش أخبط سيارتي الفخمة. صحيح أمك شو طابخة؟ أمك طبيخها كتير زاكي. ما بعرف. يا الله شم ريحة الطبيخ من هون. شكلها ملوخية؟ لا 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 شكله اشي تاني.
طيب احكي لي شو هو الاشي اللي بدك تقولي لي اياه ولا عم تحكي للبنات اللي امك؟ خالته بكرة في حفل تكريم إلي لأني أنا كنت جايبة أعلى الدرجات وبدهم أجيب حدا من أهلي، وانت عارفة إنه ماما كيف وضعها وهي على كرسي ورح يكون كتير متعب عليها إنها تيجي وإحنا مدرستنا كلها دراج، فأنا قلت أحكي إنه انت أمي، يعني ما انت خالتي أخت أمي، فيعني بس أحكي إنك أمي عادي وانت دايما وأنا صغيرة جنبي، ويا ريت يا خالته انك تيجي بدل ماما وما تحكي لماما عن الموضوع عشان ما تتضايق، بس امك رح تفرح كتير بالتكريم، واذا على الدراج ممكن احنا ندبرها بنساعدها. لا لا ارجوك يا خالته انا ما بدي اياها تتعب، خلص تعالي انت وما تقولي لها. طيب مثل ما بدك، مع اني حاسة انه هي حتكون كتير سعيدة لو اجت، هي كتير تعبت عليكي عشان تدرسي وتجيبي اعلى الدرجات. بعرف بس هيك احسن للجميع. طيب خلص مثل ما بدك، ما رح احكي لها ورح اجي انا. يلا بسرعة جوعانة. يا الله خالتي كتير بتحب كرشة. شو الطبيخ؟ اهلا رقية تعالوا تفضلوا على الاكل. يسلموا ايديكي يا سناء، انتي اشطر طباخة في العالم. والله يا عنود وانتي احسن اخت في العالم، انا كتير مقدرة اهتمامك ببنتي. لا ما تقولي هيك، انا كتير بحب رقية، هي صحيح شيطانة بس انا بحبها. انا الشيطانة؟ حرام عليكم انا كتير هادية، صح يا ماما؟ طبعا انتي كتير هادية. طيب هخلي الاخوات يحكوا مع بعض وحروح انا انام، يلا مع السلامة. طيب يا حبيبتي نامي وارتاحي. يا عنود انا حاسة انه رقية ما بعرف متغيرة علي وبتعصب كتير اذا رحت على المدرسة، وكأنه ما بدها حدا يشوفني، ما بعرف هي محرجة مني لأني معاقة أو إشي؟ لا طبعا شو محرجة منك، مستحيل رقية تكون تفكر بهاي الطريقة، هي بس ما بدها تتعبك وانتي عارفة مدرستها بعيدة شوي وما فيها أسانسير، مش مهيئة بس مش أكتر. إن شاء الله يكون هيك. The next day. ياي اليوم هو يوم التكريم، بدي ألبس إشي حلو. إيش ألبس؟ هلبس هاي كتير حلوة. باي باي ماما أنا رايحة المدرسة. واو متشيكة كتير، عندكم إشي؟ لا ما في إشي بس هيك اليوم قالوا لنا نلبس زي ما بدنا. باي باي ماما. أخذتي أكلك؟ كل إشي معي. مع السلامة. بدي أروح متحمسة كتير. خالته إجيتي؟ يلا لا تنسي خالته، أنتي أمي مش خالتي. طيب مثل ما بدك، يلا خلينا نروح ونشوف الحفلة. أوكي أنا لازم أروح أول على المسرح وأستعد، بشوفك في الحفلة. أهلا وسهلا فيكم في مدرستنا، اليوم رح نكرم أكتر طالبة متفوقة في مدرستنا رقية. مبروك يا رقية، مبروك مبروك. رح أرتب البيت عبل ما ترجع رقية. ما في كتير شغل. شو هاي الورقة اللي هون على الكنباي؟ شو؟ رقية عندها حفل تكريم اليوم وما حكت لي؟ أكيد عشان ما بدها تتعبني كالعادة. يا الله الحفل كمان ربع ساعة بيبدأ، خليني أروح بسرعة يا ريت ألحق. الحمد لله لحقت. عنود أنتي هون، أنتي بتعرفي عن الحفل؟ ليش ما حكيتي لي؟ ما كنا بدنا إياكي تتعبي. ما بدكم إياني أتعب ولا ما بدكم إياني أفرح؟ كيف بتحكولي؟ خلص بنحكي في البيت. تفضلي يا رقية على المسرح. يا الله يا شطوري متوترة كتير. يا ربي هلأ رح يفتح الستار حشوف الناس. واو الستار عم بفتح. رقية مبروك بنتي حبيبتي مبروك. بنتك؟ كيف بنتك؟ بس هاي أمها. أنتي أمها؟ أنا أمها. بس أنتي مين؟ مش عارفة شو أقول. رقية هاي أمك؟ لا هاي مش أمي، أنا ما بعرف مين هاي الست. هي عم تكذب، هاي مش أمي، اللي جنبها أمي بس هي مش أمي. رقية مالك؟ إيش في؟ ليش هيك عم تحكي؟ لأنه أنت عم تكذبي، قولي لهم الحقيقة، قولي إنك مش أمي وإنك كذابة، لا تحرجيني قدامهم في يوم حفلتي. رقية شو قلة الأدب هاي؟ هاي مش قلة أدب، أنا كل اللي بدي إياه إني أفرح في يوم حفلتي وبس. طيب أنا آسفة، أنا شكلي اتلخبط، أنا مش أمها، أنا آسفة على الإحراج، أنا هروح. سناء لا تروحي، استني سناء استني. أنا آسفة لازم أروح.
لا سناء خليكي، انت قلة ادبك فاقت كل الحدود، افرحي بيوم حفلتك لحالك، انا ما بدي احضرها. لا استني. يا الله شو النكتات. رقية شو في؟ شو صاير؟ مصري ممكن نأجل الحفلة ربع ساعة؟ صار عندي مشكلة عائلية، أنا عائلتي من العائلات اللي بيحبوا يتخانقوا في المناسبات السعيدة، كل عيد بنعمل مشكلة وهيك، هلا قرروا يتخانقوا في يوم حفلتي، أرجوكي أرجوكي بس ربع ساعة أحل هاي المشكلة وأرجع. طيب ممكن أستنى ربع ساعة بس أكتر من هيك رح نلغي الحفلة. لا لا بس ربع ساعة مو أكتر. يا الله النكد، مو عارفة لهيك خالتي عصبت، يعني عادي لو أمي حكت إنها مش أمي فاليوم بس. خالته استني. رقية أنت كتير كنتي قليلة أدب، كيف هيك تحكي لأمك وكيف تحكي عنها كذابة؟ وفعليا أنت الكذابة، أنت حقيقي مستعرة من أمك لأنها معاقة؟ ما توقعتك هيك. خالته أرجوكي حاولي تفهميني. لا أنت اللي لازم تفهمي، تعالي معي بسرعة على السيارة، في سر أنا وعدت أمك إني ما أقولك إياه بس لازم تعرفي. شو؟ أعرف شو؟ لازم تعرفي هلأ الحقيقة. حقيقة شو؟ هلأ رح تعرفي كل إشي. شو هاد؟ ليه مخداني على المستشفى؟ دكتورة لو سمحتي ممكن تعطيني ملف مريضة اسمها سناء وأنا أختها وأنا الوصية عليها. طيب هلأ بعطيكي إياه دقيقة بس. تفضلي هاي الملف. شكرا كتير. مش فاهمة إشي. تعالي معي هلأ حتفهمي. هذا الملف لما تقرأيه رح تعرفي كيف أمك صارت معاقة وصارت على كرسي عجلات. شو؟ بس أنا بعرف إنه ماما انولدت هيك وكان عندها عيب خلقي. مش صحيح، اقرأي الملف وحتعرفي شو صار مع أمك بالضبط. طيب رح أقرأه. أمك كانت عارضة أزياء جدا مشهورة. رحبوا بالعارضة سناء. شكرا شكرا إلكم. شكرا. مبروك يا سناء، صورك على كل المجلات واحنا حابين نعمل لك حفلة لانك انجح عارضة عنا. شكرا كتير إلكم، بس انا لازم اروح اجيب بنتي رقية من الحضانة، ما رح اقدر احضر الحفلة بس ممكن يوم تاني. طيب مثل ما بدك، ما بدي اخرك عن بنتك. اوف متى تيجي امي؟ انا كتير زهقت. اوف ماما هاي امي، وين الهبلة تاعت الحضانة توديني عندها؟ مش رح اضل استنى، هروح عند ماما. ماما ماما اجيتي ماما. رقية تبي شارع ايش عم سيارة ولا في؟ ابعدي يا رقية. ماما الحمد لله على سلامتك يا سناء. احمد اطمني كيف حال رقية؟ انا خايفة عليها تأذت من السيارة. بنتنا رقية الحمد لله كتير منيحة، وأنا وديتها عند أختك العنود، هي عم تهتم فيها. الحمد لله اطمنتها رقية، متى بقدر أطلع من المستشفى وأشوفها؟ شو قال لك الدكتور؟ الدكتور قال لي إنه أنت مستحيل تقدري تمشي مرة تانية على رجليكي، الضرر كان بليغ برجليكي، ومنيح إنهم قدروا ينقذوا حياتك. صراحة يا سناء أنا وياكي ما بنفع نضلنا متزوجين، أنا لما تزوجتك على أساس إنك عارضة أزياء، بصراحة ما بقدر أضل مع وحدة ما بتقدر تمشي، وكمان رقية أنا مش حقدر أربيها، أنت عارفة أنا بسافر كتير وما عندي وقت للأطفال، رح أخليها عند أختك وأنتي ربيها. أنا آسف كتير بس زواجنا انتهى، بتمنى لك التوفيق بحياتك. شو؟ يا الله رجلي راحوا، وهلا اكيد عرض الازياء انتهى بالنسبة لي، واحمد كمان تركني وراح. كيف رح اكمل حياتي هلا؟ بس مش مهم، رقية حبيبتي معي، اهم اشي بحياتي لسه ما راح مني، بنتي رقية. بعد مرور اسبوع. واو ماما كرسي العجلات تاعك كتير حلو وسريع، خلينا نروح على الحديقة. طيب يا حبيبتي. ماما هلا انت ما بتقدري تمشي ابدا؟ ما بقدر امشي بس عادي عندي هذا الكرسي، شوفي ما اسرع. فعلا يا ماما كتير حلو. ماما وين بابا راح؟ ابوكي مسافر، بس انا وخالتك رح نهتم فيكي. اوكي ماما انا كتير بحبك طول ما انت معي، اي شي بالحياة مو مهم. وانا كتير كتير بحبك يا رقية. يا الله مش قادرة أصدق، يعني ماما هي ما انولدت هيك وهي أنقذت حياتي.
كان من الممكن إنه السيارة تخبطك أنتي وأنتي اللي تكوني على كرسي عجلات، بس أمك ضحت بنفسها. كان ممكن أمك تكون هلأ عارضة أزياء كتير مشهورة وأبوك يضل متزوجها، بس هي قررت إنها تضحي بكل إشي عشان أنتي تعيشي حياة منيحة. وشو كان جزاتها؟ إنه أنتي مستعرية من كرسي العجلات. يا الله، أنا كتير غلطانة. أنا رح أطلع من حياتك يا رقية، وجهزت أوراق التبني عشان خالتك تتبناكي ورح تصير هي أمك. لا يا ماما، أرجوكي لا تسيبيني، أنا بحبك كتير يا ماما. ما بعرف كيف نسيت الأيام الحلوة اللي قضيتها وأنا صغيرة معاكي، ما بعرف كيف تغيرتك. أرجوكي يا ماما لا تسيبيني، أرجوكي، أنا محتاجاكي. محتاجاني؟ أنا مجرد مصدر إحراج في حياتك، عشان هيك لازم أطلع من حياتك. إحراج؟ لا يا ماما، انتي مصدر فخر ومصدر كل اشي حلو. ارجوكي سامحيني يا ماما، انا غلط، اعطيني فرصة ارجوكي. تعالي معي على الحفلة يا ماما ارجوكي. خالته، اخالته، تعالي ساعديني. سناء، شو هاد؟ ليه ماسكة شنطتك؟ انا حروح واخليكي تتبنيها. شو اتبناها؟ مستحيل، ححطلك اياها بملجأ، انا مش تاعت اطفال. خلص ارجوكي يا سناء سامحيها، هي غلطت وحست بغلطها. تعالي معنا على الحفلة يا سناء، احنا ما بنستغني عنك. انا مسامحاكي يا رقية. طيب يلا نروح على الحفلة. شكرا كتير على تكريمكم الي، بس اللي بيستحق هاي الجائزة مو انا، هي امي. امي اللي انا من 5 دقايق بس كنت كتير شريرة معها، بس الحمد لله انه انا رجعت لعقلي. وبدي اياكم ترحبوا بامي. تفضلي ماما، تفضلي على المسرح. شكرا. يا الله، شعور غريب. شكرا، انا كتير فخورة ببنتي. شكرا يا ماما على كل اشي، لولاكي كان انا مو واقفة هون اليوم. يا حبيبتي، انا كتير بحبك واي اشي بعمل عشانك. اي اشي يا ماما؟ طبعا. طب خليني اركب على كرسي العجلات تاعك. لا كبرتي. لا ما كبرت، انا لسه كتير صغيرة. طيب تعالي. شايفة يا ماما لسه ما كبرت كتير. فعلا. بدك نسرع؟ ماما اسرع. اطلع المسرح. دعي يا ماما لا توجع كراسي. طيب استني، مش عارفة اتحكم. يلا ماما. النهاية. بتخيل اني بستحق لقب ملكة الدراما بعد هذا الفيلم الدرامي الرائع. بتمنى تعملولي لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم بفيديو تاني. باي باي.